هذا ارتفع لأسباب. أولا بعد أن بدأ لاحظنا الأعداد يعني صعدت 80 90 100 إذا أكيد متابعين المواقع اليومية حقيقة بعد أن بدأ الحظر الجزئي. الحظر الجزئي تعرف اليوم ضغط شارع، اليوم مواطن يريد قوت يومه، مواطن يريد يوفر لقمة عيش لعائلته، اليوم أكو ناس عندها مصالح. فالحظر الجزئي لما تم إقراره يعني قبل لا أن أستلم الوزارة بالمناسبة، الحظر الجزئي الغاية من عنده كان لتقليل العبء على المواطن ومعاناة المواطن، هاي من ناحية، ومن ناحية وضعت شروط حقيقة لتطبيق هذا الحظر الجزئي اللي المفروض جزء تابع مديرية المرور العامة، قسم تابع وزارة الدفاع، قسم وزارة الداخلية، قسم وزارة الصحة. حددت أعداد الركاب بالسيارات، حددت طبيعة العمل، المطاعم، المقاهي، ولكن بالواقع الحال احنا اليوم نروح هناك احتفالات، هناك نوادي، هناك أعراس، هناك مجالس عزاء، هناك تواصل اجتماعي بشكل كبير، المقاهي مفتحة، المولات مفتحة، هذه كلها ساهمت بعملية انتشار الفيروس.